بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم في مصادر القانون، قلنا أول مصدر من مصادر القانون أو أول مصدر من مصادر القاعدة القانونية هو التشريع، وعرفنا إيه هو التشريع، وقلنا إيه مزايا التشريع، وقلنا إيه عيوب التشريع، وقلنا إيه هي مراحل سن التشريع. وبعد ما خلصنا مراحل سن التشريع اتكلمنا هل يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قوانين أو سن القوانين؟ قلنا لأ، رئيس الجمهورية ممكن يصدر قرارات لها قوة القانون، بمعنى إنه عمره ما يصدر قوانين، لأن السلطة المختصة بإصدار القوانين في مصر وفقا لدستور 2014 هي مجلس النواب. لكن افرض بقى مجلس النواب غايب لا شرط، وافرض عندنا حالة ضرورة، حرب أو فيضان، ومحتاجين قانون يصدر، يقول لك رئيس الجمهورية يصدر بقى قرار لقوة القانون. يعني إيه؟ لازم يعرضه خلال 15 يوم على مجلس النواب، يعرضه 15 خلال 15 يوم على مجلس النواب. بس هنا بنقول لك إمتى رئيس الجمهورية يصدر قرارات لها قوة القانون؟ قلنا بشرطين، مش في حالتين، بشرطين. إيه هما الشرطين؟ الشرط الأولاني إن يكون مجلس النواب غايب، أيا كان سبب غياب مجلس النواب، فأجازة أو منحل أو أي سبب أدى لغياب مجلس النواب. الشرط الثاني هو إيه؟ إن في حالة ضرورة، في حالة إيه؟ ضرورة. بالتالي لو في حالة ضرورة عندي حرب، فيضان، زلزال، إرهاب، مرض زي كورونا، وباء زي كورونا، ومجلس النواب موجود، مجلس النواب يعمل قانون. افرض مجلس النواب مش موجود بقى، يبقى هنا رئيس الجمهورية يصدر قرارات لها قوة القانون ولازم يعرضه خلال 15 يوم على مجلس النواب. طيب وافق عليه بقى قانون وصدر على مجلس النواب، ما وافقش عليه يبقى خلاص يتلغي وتتلغي اثاره. خلصنا من الجزئيه دي. في جزئيه تانية بقى عايزين نتكلم فيها، احنا قلنا برضو في المحاضره اللي فاتت عدم جواز الاعتذار بالجهل بالايه بالقانون، في قلنا في فرق بين عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون والغلط في القانون، وبرضو فرقنا بين انواع القواعد المكتوبه سواء كانت دستور او تشريع او لائحه. قلنا اعلى القواعد المكتوبه واسمه التشريع الاساسي ده الدستور، وقلنا له ثلاث طرق بيصدر بيها، اما بيصدر بطريق المنحه من الحاكم، او بيصدر بطريق جمعية التاسيسيه المنتخبه، او بيصدر عن طريق الاستفتاء الشعبي. طب التشريع قلنا بيمر باربع مراحل، المرحله الاولى الاقتراح، المرحله الثانيه الاقرار، المرحله الثالثه التصديق، المرحله الرابعه والاخيره النشر. وقلنا درسنا مبدا عدم جواز الاعتذار بالجهل بالايه بالقانون، وقلنا عندنا انواع اللوائح، في لوائح تنظيميه ولوائح تنفيذيه ولوائح ضبط كده. يبقى التشريع بشكل عام خلص، بقينا في نقطه واحده في التشريع وهي ايه المقصود بالتقنين. قلنا التقنين ممكن القواعد القانونيه تكون موجوده في اكتر من فرع من فروع القانون، اكتر من قانون، ممكن القواعد القانونيه المتعلقه بفرع من فروع القانون ممكن تبقى موجودة في أكتر من قانون. طب إيه هو التقنين بقى في الحالة دي؟ قال لك إن إحنا بنجمع كل القواعد القانونية المتعلقة بفرع من فروع القانون، بنجمعهم في مكان واحد، في مكان واحد، بنبوبهم وننظمهم بطريقة سليمة بحيث يسهل الوصول لأحكامهم. قال لك في الحالة ده يبقى اسمه تقنين. يبقى التقنين هو العملية اللي بيتم من خلالها جمع جميع القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون وتبويبها وتنظيمها وتنسيقها بطريقة معينة بحيث يسهل الوصول لأحكام. طب مين السلطة المختصة بوضع التقنين؟ قال لك السلطة اللي تحط التشريع هي اللي تحط التقنين. السلطة المختصة بوضع التشريع هي السلطة المختصة بوضع التقنين اللي هي مجلس النواب، ومزايا التشريع هي مزايا التقنين، ومزايا وعيوب التشريع هي عيوب التقنين. طب كده خلصنا بقى من آخر نقطة في التشريع. يبقى المصدر الاولاني من مصادر القاعده القانونيه ان القاضي لازم يحكم بيه ويبدا بالحكم بيه هو ايه؟ التشريع. طب نبدا بقى في المصدر الثاني من مصادر القاعده القانونيه هو العرف. ايه هو العرف؟ قال لك تعريف العرف ان اعتياد الناس على سلوك معين. اعتياد الناس او اعتياد الشعب على سلوك معين مع الشعور بالزاميه هذا السلوك، يبقى العرف. طبعا العرف قواعده غير مكتوبه، ده الفرق بين العرف والتشريع، ان التشريع قواعده مكتوبه. العرف قواعده مكتوبه، التشريع صادر عن نواب الشعب اللي هو مجلس النواب، العرف صادر عن الشعب نفسه. العرف صادر عن الشعب نفسه،
طب نيجي نقول بقى في فرق تاني بين العرف والتشريع، ان التشريع مكتوب لكن العرف غير مكتوب. طيب ايه بقى، احنا كده عرفنا العرف، عايزين نعرف ايه مزاياه. ايه مزاياه؟ قال لك اول ميزه من مزايا، كنا احنا في المحاضره اللي فاتت قلنا ان مزايا التشريع هي عيوب العرف وعيوب التشريع هي مزايا العرف. اول ميزه من مزايا العرف ان ملائم لاحتياجات المجتمع، ملائم لاحتياجات المجتمع. يعني ايه ملائم لاحتياجات المجتمع؟ طالما العرف صادر عن الشعب والشعب بيصدر التشريع، العرف بيتعود على حاجات بتتناسب مع احتياجاته وبتحقق له مصالحه، يبقى هنا اول ميزه في العرف الموائمه، انه مناسب لاحتياجات المجتمع، لان الشعب هو اللي حط العرف بنفسه. تاني ميزه ان قلنا العرف المصدر الثاني للقاعده القانونيه، انه كده بيكمل النقص اللي في التشريع. تاني ميزه ان العرف بيكون النقص اللي في الايه؟ التشريع. يبقى العرف بيلبي احتياجات المجتمع، بيكمل النقص الموجود في التشريع، مناسب لمين؟ لمصالح المجتمع، لانه صادر عن المجتمع نفسه. طب ايه عيوب العرف؟ اول عيب في العرف انه بطيء، البطء. لان عشان نعمل قاعده عرفيه او عشان نتعود على سلوك معين لازم نقعد فتره طويله عشان نتعود على هذا السلوك ونشعر بلزمة هذا السلوك. يبقى العيب التاني في العرف انه بطيء. برضه في عيب في العرف الغموض. الغموض يبقى العيب الاول في العرف البطء، لان هو بيقعد فترة طويلة قبل ما يتكون. تاني عيب الغموض، لان القاعدة العرفية قاعدة مش مكتوبة. طالما قاعدة مش مكتوبة بالتالي اللي هيترتب عليها مش هتبقى واضحه، هتختلف العرف من مجتمع لمجتمع، لذلك بنلاقي الاعراف في المجتمعات بتختلف من مجتمع لمجتمع. اخر حاجه في العرف انه هيشتت المجتمع، فريق العرف هيشتت المجتمع، لان ما تلاقي كل مجتمع له نظام معين، له قواعد معينه، اعراف البلد دي غير اعراف البلد دي، اعراف البيت ده غير اعراف البيت ده، اعراف العيله دي غير اعراف العيله، بيشتت المجتمع، بعكس القانون بيوحد الايه؟ المجتمع. طب ايه اركان العرف؟ قال لك العرف عندنا له ركنين. العرف عندنا له ركنين. الركن الاولاني في العرف اللي هو الركن المادي، اللي هو السلوك اللي احنا اتعودنا عليه، السلوك اللي الشعب اتعود عليه. السلوك اللي الشعب اتعود عليه عشان يبقى عرف ويكون الركن المادي للعرف لازم يمر يتوفر فيه اربع خصائص، اربع صفات. اول صفه في الركن المادي للعرف انه بيتسم بالعموميه، لازم السلوك اللي الناس اتعودت عليه ده عشان يشكل الركن المادي للعرف يتسم بالعموميه، لان العرف هيبقى قانون. طالما العرف هيبقى قانون يبقى لازم السلوك ده يتسم بالايه؟ بالعموميه. يعني ايه السلوك ده يتسم بالعموميه؟ يعني اغلب اعضاء المجتمع او كل اعضاء المجتمع يتعودوا على السلوك ده. باول صفه في السلوك عشان يتسم يبقى عرف، اول صفه ان لازم يتسم بالايه؟ العموميه. كل اعضاء الشعب او كل افراد الشعب او اغلب افراد الشعب يعتادوا على هذا السلوك. تاني صفه في السلوك دي، وهي القدم. السلوك ده عشان يشكل الركن المادي للعرف لازم يبقى سلوك قديم. يعني ايه قديم؟ ان احنا بقالنا فتره طويله بنتعود على السلوك ده. طب هنعرف امتى ان الفتره قديمه ولا فتره طويله ولا قصيره؟ قال لك لو في حاله الخلاف على طول المده، القاضي هو يقدر المده دي، القاضي هو اللي يقدر المده دي. يبقى كده في صفتين في السلوك عشان يشكل الركن المادي للعرف. اول صفه لازم يكون السلوك ده سلوك عام بيتسم بالعموميه. السلوك ده لازم يكون قديم، يعني بقاله فتره طويله الشعب متعود على السلوك ده. ثلاثة، لازم السلوك ده بيتسم بالثبات. يعني ايه السلوك ده يتسم بالثبات؟ يعني احنا نتعود على السلوك ده ما نرجعش فيه شوية ونشتغل بيه شوية ونلتزم بيه شوية، لا، لازم نبقى ثابتين على الاعتياد على هذا السلوك. من أول ركن في السلوك عشان يشكل الركن المادي للعرف وهو العمومية. تاني صفة في السلوك ده عشان يشكل الركن المادي للعرف وهي الاستمرارية أو الثبات. ثالث صفة وهي القدم. اخر صفه في السلوك عشان يشكل الركن المادي للعرف لازم يتسم هذا السلوك بعدم مخالفته للنظام العام والادب، عدم مخالفه السلوك للنظام العام والادب. وبالتالي لازم السلوك عشان نتعود يشكل ركن مادي للعرف لازم يكون سلوك مشروع. وده اللي بيخلي ان الاخذ بالصقر ما يعتبرش عرف. ليه؟ لان ده مخالف للنظام العام والادب.
هو عام وقديم وثابت، لكن مخالف للنظام العام والاداب. الركن المادي في العرف عشان يتكون عايزين 4 صفات في السلوك. لازم اول صفة في السلوك ان يكون عام، ثاني صفة في السلوك ان هو يكون قديم، ثالث صفة في السلوك ان هو يكون ثابت، اخر صفة في السلوك ان ما يكونش مخالف للنظام العام والاداب. طب الركن الثاني بقى في العرف قال لك الشعور بإلزامية العرف، اللي هو الركن المعنوي، الشعور بإلزامية العرف. لذلك لو احنا ما شعرناش بإلزامية العرف خلاص كده مش هيبقى عرف، لو ما شعرناش بإلزامية السلوك السلوك ما يتحولش لعرف، عشان السلوك اللي اتوفر في ال4 صفات دول يتحول لعرف لازم نشعر بإلزامية الايه السلوك ده اللي هو الركن المعنوي. نشعر بالإلزامية عشان يتحول للقانون، لأن القاعدة القانونية قاعدة ملزمة. تبقى العرف عشان يتحول لقانون، او السلوك اللي الناس اتعودت عليه عشان يتحول لقانون، لازم الشعب يكون شعر بالزاميته. يعني ايه شعر بالزاميته؟ يعني الشعب يحط في دماغه ان اللي خالف السلوك ده يتعرض للجزاء. طيب ده اللي يخلينا نقول ايه الامثله للقاعده العرفيه اللي موجوده في المجتمع المصري. قال لك المثال ان اساس الزوجيه ملك للزوجه، اساس الزوجيه ملك للزوجه. احنا اتعودنا عرفيا على سلوك معين في المجتمع المصري، ان كل الحاجات اللي يجيبها الزوج وتجيبها الزوجه للتجهيز للشقه كلها تتحط في قايمه وتتكتب باسم الزوج، سواء كان اللي جايبها الزوجه او اللي جايبها الزوج. ازاي ده؟ مفيش قانون نص على كده. طب دي جت منين؟ قال لك ده قاعده عرفيه. بقاعده ان اساس الزوجيه ملك للزوجه دي قاعده عرفيه، ان احنا كشعب اتعودنا على ان كل حاجه تيجي في عفش الزوجيه سواء جابتها الزوجه او جابها الزوج تتحط في قايمه، والقايمه دي تبقى ملك للزوجه، والاساس الزوجيه كله يبقى ملك الايه للزوجه. دي قاعده عرفيه. شوف اركان بقى العرف دي. الركن المادي، الحاجه دي ايه؟ عامه. الحاجه دي قديمه، الحاجه دي ثابته، الحاجه دي مش مخالفه للنظام العام والاداب. بس السلوك ده عام، السلوك ده قديم، السلوك ده ثابت، السلوك ده مش مخالف للنظام العام والاداب. يبقى ده اول ركن، الركن المادي العرفي. الشعار ما بيلزمته، انت لو ما مضيتش على القايمه او ما وافقتش ان القايمه دي ملك للزوجه يقول لك خلاص ما عندناش بقى تتجوز. يبقى شعارنا بالزاميتها. طيب هل البقشيش عرف في المجتمع المصري؟ لا. الركن المادي كله موجود، ان ده السلوك عام، ان احنا كلنا بندفع بقشيش، وانه مستمر وانه ثابت وانه مش مخالف للنظام العام والاداب، بس لسه ما شعرناش بالزاميته. لو انا ما ينفعش البقشيش مش هينفع في البنزيمه يقول لي تعالى ادفع لي البقشيش، او في المطعم يقول لي تعالى ادفع لي البقشيش. لا، ده لسه ما شعرناش بالالزاميه دي. برضه النقاب مش عرف في المجتمع الاسلامي. ليه؟ لان انه مبقاش عام لسه. مش كل المجتمع الاسلامي منتقبات، في منتقبات وفي غير منتقبات، يبقى النقاب مش عرف. على نفس المنوال كل الايه الموضوع ده. نشوف الركن المادي موجود والركن المعنوي موجود، الاثنين يتكونوا يبقى بيشكلوا ايه اركان العرف، وكده يبقى العرف القانون كمصدر تاني للقاعده القانونيه. يبقى احنا كده عرفنا ايه هو العرف، ايه مزايا العرف، ايه عيوب العرف، ايه اركان العرف. ده العرف كمصدر تاني للقاعده القانونيه. اول مصدر للقاعده القانونيه التشريع، تاني مصدر للقاعده القانونيه العرف. يعني بنقول له يا قاضي لو انت ما لقيتش تشريع احكم بقى بالمصدر الثاني للقاعده القانونيه اللي هو الايه؟ العرف. احكم بالمصدر الثاني للقاعده القانونيه اللي هو الايه؟ العرف. نيجي بقى للمصدر الثالث من مصادر القاعده القانونيه، وهو مبادئ الشريعه الاسلاميه. مبادئ الشريعه الاسلاميه، هل ايه المقصود بمبادئ الشريعه الاسلاميه؟ يقول لك مبادئ الشريعه الاسلاميه دي المصدر الثالث من مصادر القاعده القانونيه. بس ايه المقصود بمبادئ الشريعه الاسلاميه؟ المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية مجموعة الأحكام الكلية المتفق عليها من جميع الفقهاء. مجموعة الأحكام الكلية أو الإجمالية أو الأصولية المتفق عليها من جميع الفقهاء، يعني اللي وافق على الفكر الفقه الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي. لو كل الأحكام دي الإجمالية أو الأصول الإجمالية موافق عليها من جميع الفقهاء، دي تعتبر مبدأ من مبادئ الشريعة الإيه؟ الإسلامية، ودي تبقى المصدر الثالث من مصادر القاعدة القانونية. بس بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للمعاملات المالية. يبقى مبادئ الشريعة الإسلامية، يبقى المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية مش المقصود بها الشريعة الإسلامية، مش المقصود بها كل ما جاء في القرآن والسنة، لا، المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية مجموعة الأحكام الكلية المتفق عليها من جميع الفقهاء، ما فيش خلاف عليها. ما دام مبادئ الشريعه الاسلاميه ودي المصدر الثالث، نقول بقى هنا يا قاضي لو ما لقيتش تشريع وما لقيتش عرف
احكم بمبادئ الشريعه الاسلاميه. مقصود بمبادئ الشريعه الاسلاميه مش الشريعه الاسلاميه، مش كل ما جاء في القران والسنه، لا، الاحكام الكليه المتفق عليها من جميع الفقهاء، ودي احكام بسيطه، دي احكام بسيطه. طيب بالنسبه للاحوال الشخصيه مصادرها بقى ازاي؟ بتختلف بقى عن دي. مصادر الاحوال الشخصيه قال لك يعتبر المصدر الاولاني التشريع، والتشريع في مصر قايم على اساس ديني. يبقى هو المصدر مصادر القاعده القانونيه في بالنسبه للاحوال الشخصيه التشريع. يليه بقى الدين، ايا كان نوع الدين بتاعك، الدين الاسلامي ولا الدين المسيحي ولا الدين اليهودي. المصدر الثالث يجي بقى العرف، ده بالنسبه للاحوال الشخصيه. والمصدر الاخير مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدل. طيب كده المصدر الثالث من مصادر القاعده القانونيه خلصناه، نيجي للمصدر الرابع اللي هو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله. المقصود بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله، قال لك المقصود بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله دي مجموعه، بالنسبه لمبادئ القانون الطبيعي ايه المقصود بمبادئ القانون الطبيعي؟ قال لك دي مجموعه من المبادئ التي تقوم على اساس العدل والمساواه. يبقى مبادئ القانون الطبيعي دي مجموعة من المبادئ اللي بتقوم على أساس العدل والمساواة. طب مبادئ العدالة؟ قال لك دي مجموعة من القواعد اللي بتقوم على أساس العدالة، أو بتهدف إلى تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه. بنلاقي من تعريف المبدئين دول إن هو كلام مبهم، كلام مش محدد، كلام مش واضح. قال لك المصدر الرابع ده حيلة المشرع عملها عشان القاضي يفصل في النزاع، عشان يتمكن من فصل في النزاع. لان احنا لو ما خليناش المصدر ده كده مبهم، ممكن القاضي ما يلاقيش حاجه في المصدر الرابع الاخر، وبالتالي هيسيب النزاع من غير فصل. يقول له لا، احنا هنقول لك في عندك مبادئ قانون طبيعي وعندك قواعد عداله يا قاضي. يعني انت لو ما لقيتش تشريعي قاضي، وما لقيتش عرفي قاضي، وما لقيتش مبادئ الشريعه الاسلاميه قاضي، خش في ايه؟ خش في مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله. يعني شغل عقلك وفقا لقواعد العدل ووفقا لمبادئ القانون الطبيعي، وافصل في النزاع. ودي اللي حصل في الفصل في قضيه المنتقبات. قال لك بالنسبه لو في واحده منتقبه اعترضت على ان هي ما دخلتش الامتحان بسبب النقاب، والقضيه اترفعت قدام القاضي، هيجي في التشريع مش هيلاقي تشريع بينظم النقاب. هيجي العرفي، لان النقاب مش عرف في المجتمع. هيجي مبادئ الشريعه الاسلاميه، هتلاقي في الشريعه ما فيش اتفاق على النقاب، ان هو على الزاميه النقاب. نيجي بقى هنا القاضي يحكم بقى العداله وقواعد العداله والمساواه ومبادئ القانون الطبيعي، انه مش من العدل ان هو يحرم حد من اداء الامتحان بسبب النقاب بتاعه. كده المصدر الثالث الرابع من مصادر القاعده القانونيه انتهى. كده مصادر القاعده القانونيه هي العرف، اول مصدر التشريع، ثاني مصدر العرف، ثالث مصدر مبادئ الشريعه الاسلاميه، رابع مصدر مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله. المحاضره دي تابعه للمحاضره اللي قبل كده، تابعه للمحاضره اللي قبل كده، كلها بتتكلم عن مصادر القاعده القانونيه، مصادر القاعده القانونيه. نيجي نفتح بقى الكتاب، نفتح بقى الكتاب. قال لك في مصادر القاعده القانونيه بقى دي هتبدا من صفحه، احنا قلنا من صفحه 33. صفحه 33 مش عايزينها. بنفتح الكتاب صفحة 33 مش عايزينها. صفحة 34، فصفحة 34 نيجي في أول سطر ونص نكتب تعريف التشريع. وأنت لما تيجي تلخص كده تكتب تعريف التشريع، مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة. والسلطة المختصة وفقا لدستور 2014 هي مجلس النواب. كده عرفنا التشريع. نيجي بقى عند عنوان مزايا التشريع ونحط تحته خط، ونسيب الفقرة اللي تحت مزايا التشريع، ونيجي عند الميزة الأولى وناخدها كلها، ونكتب الميزة الأولى الوضوح. طب عند الميزة الثانية نحط تحتها خط ونكتب الميزة الثانية وحدة المجتمع. طيب نيجي للنقطة الثالثة، عند الميزة الثالثة نكتب الميزة الثالثة السرعة. يبقى كده كام ميزة للتشريع؟ الوضوح، وحدة المجتمع، والسرعة. دول اللي هم آخر ست خمس سطور في صفحة 34. صفحة 35 ناخد اول الميزه الرابعه والميزه الخامسه في التشريع ونحط تحتهم خط، نكتب الميزه الرابعه التطوير، ونحط تحت الميزه الرابعه كلها خط، وعند الميزه الخامسه نكتب الايه؟ الملائمه. ليه حطينا لكل ميزه كلمه؟ اللي ممكن يقول لك ايه مزايا التشريع؟ هي تكتب له الوضوح، السرعه، الملائمه، وحده المجتمع، التطوير. طب عند عيوب التشريع في صفحه 35 نحط خط تحت عيوب التشريع، ونلغي الفقر اللي تحت من عيوب التشريع.
ونيجي عند الاربع عيوب. العيب الاول التحكم، ونعلم على السطرين بتوع العيب الاول. العيب الثاني الجمود والثبات، ونحط تحت الجمود تحت العيب الثاني خط في السطرين. طب العيب الثالث نكتب عدم الاستقرار، ونحط تحت العيب الثالث خط. العيب الرابع ناخد السطرين ونحط تحتهم خط، ونكتب عدم التناسب مع ظروف الايه المجتمع. يبقى كده عرفنا التشريع وحددنا مزاياه وعيوبه. نيجي في صفحة 36 بناخدها كلها، صفحة 36 بناخدها كلها. وفي صفحة 36 عند الفقرة الأولى تحت الدستور، تحت الدستور عند الفقرة الأولى تحت من الدستور، نكتب تعريف الدستور، نكتب تعريف الدستور. طيب عند الفقرة الأخيرة نكتب طرق إصدار الدساتير، طرق إصدار الدساتير اللي احنا شرحناها. قلنا الدساتير ممكن بتصدر بثلاث طرق، بطريقة منحة من الحاكم، طريقة الجمعية التأسيسية المنتخبة، بطريقة الاستفتاء الشعبي. نيجي عند 37 نعلمها كلها، عند 37 نعلمها كلها، ونكتب تعريف اللائحة وأنواع اللوائح، تعريف اللائحة وانواع اللوائح. انت ما تلخص من الكتاب، هتلخص دول ايه تعريف اللائحه وايه انواع اللوائح. طيب 38 بنعلمها كلها، 38 بنعلمها كلها، و39 بنعلمها كلها، بتتكلم عن مراحل سن التشريع. و40 بنعلمها كلها، و41 بنعلمها كلها. ونركز على الجزئية اللي في آخر 41، هل يجوز لرئيس الجمهورية سن التشريع؟ تقول لا، رئيس الجمهورية ما بيسنش التشريع، ما بيصدرش قوانين، ما بيسنش قوانين، رئيس الجمهورية بيصدر قرارات لها قوة الإيه؟ القانون. صفحة 42 ناخدها كلها برضو، و43 ناخد أول فقرة فيها، 43 ناخد أول فقرة فيها ونلغي بقية 43، 44 نلغي أول فقرة وتاني فقرة. وبناخد الفقرة الأخيرة في 44. تحاولوا تلخصوا الكلام ده، وإن شاء الله أنا هعمل محاضرة نحاول أنا ألخص معاكم، وبالنسبة اللي معرفش يلخص هحاول أنا ألخص معاكم وأمليكم التلخيص بتاع الأجزاء دي باختصار. بس أنت حاول تلخص بنفسك الأول عشان تبقى ماشي معايا. 45 بناخدها كلها، 46 اللي هي تعريف العرف ناخد أول سطرين وآخر ثلاث سطور. عند المزايا بتاعت العرف في اخر سطرين نكتب اول ميزه الملائمه، ونشد خط تحت الميزه كلها، خط كل السطر كله. وتاني ميزه المرونه، ونشد خط تحتها. تالت ميزه ان العرف مكمل للتشريع. 47 ناخدها كلها. وعند اول عيب في العرف اللي هو في صفحه 47 نكتب الغموض، تاني عيب في العرف نكتب البطء، تالت عيب في العرف نكتب تشتيت المجتمع. نعلم بقية صفحة 47. وعند الصفة الأولى في الركن المادي للعرف اللي هو ركن الاعتياد، نكتب عندها أول صفة العمومية، تاني صفة نكتب عندها اللي هي في صفحة 48 نكتب القدم، تالت صفة نكتب الثبات، رابع صفة نكتب عدم مخالفة النظام العام والآداب. 49 نعلمها كلها، و49 نعلمها كلها. ونبدأ بقى دلوقتي نكمل الجزئية دي، نبدأ نكمل الجزئية دي. إيه هو أنواع القضاء وأنواع المحاكم في مصر؟ دي في صف 50 من مهمة، 49 مهمة و50 مهمة. إيه أنواع القضاء وأنواع المحاكم في مصر؟ أنواع القضاء وأنواع المحاكم في مصر. قلنا في مصر عندنا نوعين من القضاء وثلاث انواع من المحاكم. ايه انواع القضاء؟ قال لك عندنا قضاء عادي وقضاء اداري، قضاء عادي وقضاء اداري. ايه القضاء العادي؟ ده القضاء اللي بينظر النزاع بين الافراد العاديين. طب ايه القضاء الاداري؟ القضاء الاداري ده القضاء اللي بينظر النزاع لاحد اطراف الدوله، لاحد اطرافه الايه الدوله. طيب القضاء في مصر على درجتين، يعني ايه القضاء في مصر على درجتين؟ يعني احنا عندنا قضاء اول درجه وقضاء ثاني درجه. قضاء اول درجه ان النزاع بيتنظر فيه قدام محاكم اول درجه. يعني ايه محاكم اول درجه؟ يعني النزاع، يعني ايه القضاء في مصر على درجتين؟ يعني القضيه بتتنظر مرتين،
القضية ممكن تتنظر مرتين، ممكن تتنظر أول مرة في أول درجة، ولو قدر لا قدر الله خدت حكم عليك تستأنف عن الحكم وتطلع لتاني إيه درجة. قضاء أول درجة دي محاكم بتبقى موجودة في مركز كل واحد فينا. طب قضاء تاني درجة ده قضاء الاستئناف، دي عندنا 8 محاكم استئناف، كل واحد بيروح محكمة الاستئناف اللي محافظته تابعة ليه، اللي مركزه تابع ليه. ماشي، ده عرفنا في قضاء أول درجة وقضاء تاني درجة وأنواع القضاء، في عادي وإداري. العادي عندنا نوعين من المحاكم، محاكم مدنية ومحاكم جنائية. المحاكم المدنية دي اللي بتنظر النزاع في المسائل المالية، المحاكم المدنية دي بتنظر النزاع في المسائل الإيه المدنية. طب النزاع في المسائل المدنية ده بروح فين؟ قال لك حسب قيمة النزاع أنا أحدد لك المحكمة. لو النزاع أعلى من 40,000 جنيه بتروح محكمة مدنية، لو النزاع أعلى من 40,000 جنيه أو 40,000 جنيه بتروح لمحكمة مدنية جزئية في الأقل من 40,000 ومدنية كلية في الأعلى من 40,000. طب لو المحكمة جنائية قال لك ممكن تروح بقى القضية بتاعتك تبقى قدام محكمة الجنايات أو محكمة الجناح والمخالفات. طب كده خلصت، خدت حكم في اول درجه ما تخافش، ده حكم ابتدائي ممكن اطعن عليه خلال 60 يوم واروح محكمه الاستئناف مفيش مشكله. طب افرض برضه في محكمه الاستئناف خدت حكم، قال لك كده الحكم يبقى بات ونهائي في محكمه الاستئناف، يعني لازم أن يتنفذ، الا لو القاضي بقى اخطا في تطبيق القانون. لو القاضي اخطا في تطبيق القانون يبقى هنا في الحاله دي ممكن تطعن قدام محكمة النقض، ومحكمة النقض ترجع القضية لمحكمة استئناف تانية. محكمة النقض مش درجة تالتة من درجات التقاضي، لا دي محكمة إعادة نظر بترجع القضية تاني، لو قاضي الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون بترجعه لدائرة استئناف تانية. طيب إيه القضاء الإداري؟ قال لك إحنا عندنا في القضاء الإداري ممكن تكون محاكم تأديبية، محاكم مجلس الدولة، محاكم القضاء الإداري، ومحكمة الإدارية العليا، برضو على درجتين في القضاء الإداري إيه؟ في مصر عندنا محكمة نقض واحدة أو محكمة إدارية عليا واحدة. طب بالنسبة بقى في نوع تاني من المحاكم اسمه المحاكم ذات الولاية الخاصة، دي محاكم متخصصة. يعني إيه محاكم متخصصة؟ يعني محاكم خاصة بنزاع محدد زي محاكم الأسرة، المحاكم العسكرية، محاكم أمن الدولة، محاكم القيم، المحكمة الدستورية العليا، كلها محاكم لها نشاط خاص. طيب إيه أطراف الدعوة المدنية؟ أطراف الدعوة المدنية مدعي ومدعى عليه. طب اطراف الدعوه الجنائيه لا، النيابه العامه والمتهم، النيابه العامه والمتهم. كده يبقى احنا حددنا انواع القضاء وحددنا انواع المحاكم. يبقى كده ده بنتكلمنا عن تطبيق القانون من حيث المحاكم، مكان تطبيق القانون. عايزين نتكلم بقى في نقطه مهمه تانية، نقطه مهمه تانية، ايه هو الاشخاص اللي بنطبق عليهم القانون؟ يبقى احنا مكان تطبيق القانون قلنا المحاكم والقضاء، طب مين الاشخاص اللي هنطبق عليهم القانون؟ او القانون هيتطبق على مين؟ قلنا لك سهله خالص، القانون بيتطبق على مين؟ قال لك احنا في عندنا مبدئين بنحدد على اساسهم القانون بيتطبق على مين. المبدا الاولاني مبدا اقليميه القانون، ان القانون يجب ان يطبق على جميع الافراد الموجودين على اقليم الدوله. طالما القانون لازم يطبق على جميع الافراد الموجودين على اقليم الدوله يبقى القانون ده اسمه ايه؟ قاعده اقليميه القانون. يعني ايه قاعده اقليميه القانون؟ أن القانون يجب أن يطبق على جميع الأفراد الموجودين على إقليم الدولة. طيب خلصنا من دي. طب إيه أساس قاعدة إقليمية القانون؟ أساس هو سيادة الدولة، سيادة الدولة، لأن الدولة طالما لها سيادة يبقى لازم القانون هيطبق على جميع الأفراد الموجودين على أرضها، جميع الأفراد الموجودين على إقليمها وفقا لقاعدة إيه؟ إقليمية القانون. طب ركزنا دي، يعني انت دلوقتي القانون المصري وفقا لقاعده اقليميه القانون يطبق على مين؟ يطبق على المصريين والاجانب. احنا لو عندنا اجانب هنا في السياحه القانون المصري يطبق ايه عليهم وفقا لقاعده اقليميه الايه القانون. طب لو انا مصري بره في امريكا مثلا القانون الامريكي يطبق عليا وفقا لقاعده اقليميه القانون. يبقى ده اول مبدا، مبدا اقليميه القانون. القانون بيطبق على مين من حيث الاشخاص؟ على جميع الافراد الموجودين على اقليم الدوله. اساس مبدا اقليميه القانون ده ايه؟ ان الدوله لها سلطه وسياده على ارضها، الدوله لها سلطه وسياده على ارضها. طالما الدوله لها سلطه وسياده على ارضها يبقى القانون هيطبق على جميع الموجودين على اراضيها. خلصنا من دي. طب ايه مبدا شخصيه القانون؟ نقول لك بقى ان في احيانا من الصعب تطبيق قانون الدوله على الافراد الموجودين فيه. يعني مثلا على سبيل المثال انا مصري ومسلم موجود في امريكا، طبعا وفقا لمبدا اقليميه القانون لازم القانون الامريكي يطبق عليا،
بس انا بالنسبه لمسائل الاحوال الشخصيه، الجواز والطلاق والنسب والنفقه والعقيق، انا دين الاسلامي بيبيح لي ان انا اتجوز 4، هنا ده ممنوع في امريكا. لو طبقنا القانون الامريكي عليا بالنسبه لمسائل الاحوال الشخصيه هتضر، لان انا هيعاقبني ان انا متجوز 4، فان انا ديني ما سامح لي ده. نقول لك في استثناء بقى على مبدا اقليميه القانون، ان احنا بقى بالنسبه لمسائل الاحوال الشخصيه والمسائل المتعلقة بالعقيدة والمسائل المتعلقة بالديانة هنطبق قانون الشخص. ده مبدأ بقى شخصية القوانين. يعني ايه مبدأ شخصية القوانين؟ ان قانون الشخص في بعض المسائل يتبعه في اي مكان يكون، قانون الشخص بيتبعه في اي مكان يكون بالنسبة لمسائل الاحوال الشخصية والديانة. يبقى انت هنا مبدأ شخصية القانون ان قانون الشخص بيتبعه في اي مكان يكون، بس بالنسبة لمسائل الاحوال الايه الشخصية. وبالتالي لما اكون في امريكا او الاجنبي ما يكون عندي هنا في مصر، ولكن انت في امريكا وفقا لمبدا اقليميه القانون، القانون الامريكي بيطبق عليك في كل انواع العلاقات الا في علاقه واحده، المسائل المتعلقه بالاحوال الشخصيه، الجواز والطلاق والنسب والنفقه، هنا يطبق عليك قانونك الشخصي، قانون دولتك وفقا لمبدا شخصيه القانون. طب حاجه تانية، في استثناءات على الكلام ده؟ قال لك في استثناءات. قال لك ممكن القانون المصري، ممكن القانون المصري ما يتطبقش بالرغم من الجريمة والوقائع والأحداث حصلت داخل مصر. ده استثناءات على مبدأ إقليمية القانون. يعني إيه الحالات اللي القانون المصري فيها ما بيتطبقش على الوقائع اللي بتحصل داخل مصر؟ قال لك أول حالة، قال لك السفارات. بالرغم إن السفارات موجودة على أرض مصرية أو على الإقليم المصري، بس مش هنطبق عليها قانون مصري. ليه؟ قال لك لأن القانون الدولي بيعتبر إن السفارة جزء مكمل لدولتها. القانون الدولي بيعتبر ان السفاره جزء مكمل لدولته، وبالتالي ما تحصل مشكله على ارض السفاره ما تطبقش عليها القانون المصري، ولكن نطبق عليها قانون دوله السفاره. وده اللي حصل في الحادثه بتاع جمال خاشقجي في تركيا، ان بالرغم من الحادثه حصلت في تركيا، بس بما دخلت داخل السفاره السعوديه، تركيا ما قدرتش تخش السفاره السعوديه لما تطلب اذن من ايه؟ من السعوديه. يبقى اول استثناء على مبدا اقليميه القانون ان القانون ما يتطبقش على اقليم الدوله برغم ان الجريمه على ارضها. قال لك في السفارات، قال لك برضو اللي معاهم حصانه دبلوماسيه، رئيس الدوله والدبلوماسيين الاجانب ما بيطبقش عليهم قانون الدوله. ليه؟ لان عندهم حصانه، بس شرط دولتهم تعامل الايه الرئيس المصري والدبلوماسيين المصريين بنفس المعامله. برضو الحقوق السياسيه ما تطبقش على الاجانب، الحقوق السياسيه برغم انهم موجودين على ارض مصر ما تطبقش عليهم قانون مصري. ليه؟ لان الحقوق السياسيه اللي مارسها لمواطنين الدوله. في بقى حالات بالرغم ان الجريمه والواقع حصلت بره مصر هنطبق عليها القانون المصري. زي ايه؟ قال لك المصريين بره مصر بنطبق عليهم المسائل المتعلقه بايه؟ احوالهم الشخصيه، بالرغم ان هم بره مصر مش جوه مصر. طيب السفارات المصريه في كل الدول اللي طبق عليها قانون مصر بالرغم ان هي بره مصر. طب لو واحد برضه ارتكب جريمه مضره بامن الدوله، لك يرتكب جريمه مضره بامن الدوله برضه المصري بنطبق عليهم القانون الايه؟ المصري، سواء كان مصري او اجنبي، واصدر عليه حكم هنا وخلي بلغ الانتربول تبعته. يبقى ده نطاق تطبيق القانون من حيث الاشخاص. يبقى اتكلمنا عن نطاق القانون، نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، هنطبق القانون فين؟ نطبق القانون داخل المحاكم وداخل القضاء. نطبق القانون على مين؟ نطاق القانون من حيث الاشخاص، قال لك نطبقه على وفقا لمبدا اقليميه القانون، وفي استثناءات عليه وفقا لمبدا شخصيه القانون. طيب اخر نقطه بقى في الموضوع ده، ايه نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان؟ هنطبق القانون امتى؟ قال لك نطبق القانون امتى؟ ان القاعده بتبقى ملزمه بعد مرور 30 يوم حسب الاصل من نشرها في الجريده الرسميه. القاعده بتبقى ملزمه بعد مرور 30 يوم حسب الاصل من نشرها في الجريده الرسميه. يبقى القاعده بتكون ملزمه